عندي مقادير، عندي بطاطس وجبنه شيدر وطماطم وزعتر وزبده ولبن وملح وفلفل. طيب هنجيب دي كده اهو، نعملها كده نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بنزل عليها بحبه الزبده وهي سخنه كده عشان تسيح معايا كده اهو. ادي شويه الزبده احطها كده جواها علشان تسيح جواها. اكمل كده. عندي هنا ادي لبن، اروح جاي كده اهو عشان كله. ادي القالب زفرته بمادة دهنية، مادة دهنية كده. بعد ما زفرته بمادة دهنية اديت له بقسماط كده. هنا ادي الجبنة كده، واحطه على نار هادية، على نار هادية كده. ياخد له نص ساعة على الأقل.